مستحيل تحمل رامات من على الانترنت، بس ممكن تعملها على الكمبيوتر بتاعك. الصراحه ممكن تخش تعمل لك فولو وتعالى اقول لك ازاي تعلي الرامات على الكمبيوتر بتاعك. كل اللي هتعمله انك هتخش على ديس بي سي او ماي كمبيوتر، بتكره لك مين في اي حته فاضيه، روبرتز ادفانسد سيستم سيتنجز، عند ادفانسد هنا بعد كده تك سيتنجز ادفانسد، تنزل تحت هنا عند كلمه تشينج، هتلاقي كل البارتيشنز او مساحات التخزين بتاعتك موجوده هنا. كل ما هتكون مساحه التخزين بتاعتك اسرع كل ما هيكون مفيد اكتر ليك. يعني انا عندي في الكمبيوتر بتاعي ثلاث انواع مختلفه من مساحات التخزين، هارد واس اس دي وام دوت 2. طبعا الام دوت 2 هو اسرعهم، بعد كده الاس اس دي، بعد كده الهارد. فلو عملت الفيرتشوال ميموري بتاعتك في الام دوت 2 هيكون احسن بكتير من اعملها في الاس اس دي، واحسن مليار مره من احطها في الهارد بتاعي. هتلاقي عندك انيشال سايز وماكسيمم سايز. الانيشال سايز دي هتضرب فيها مساحه الرامه في 1.5، والماكسيمم سايز هتضرب فيها مساحه الرامه في 3. يعني ونفرض مثلا ان انا الرامات بتاعتي 4 جيجا، زي ما احنا عارفين طبعا الجيجا ب 1024، فلو ضربتها في 4 يبقى 4096. طب لو ضربناها بقى في 1.5 يبقى 6144. الماكسيمم سايز بنضربه في 3 بقى ب 12288. تتك على كلمه سيت هنا اوكي، وبعد كده هيطلب منك انت تعمل ريستارت، فتعمل ريستارت وحلال عليك يا معلم، رامات زياده في الجهاز بتاعك.